هي حالة احتقان كبرى في تونس الحق في الآونة الأخيرة، لأنه نتيجة طبعا تدهور المقدرة المعيشية من جهة، ونتيجة تعامل الشرطة وتعامل بعض قوات الأمن، دعني أنسب لأنه ليست وزارة الداخلية التونسية كلها تتعامل بنفس هذه الطريقة، هم يعني أشخاص معينين أعوان، بعض الأعوان تعاملوا بطريقة مهينة أو مسيئة لفئة من الشعب التونسي وللمحتجين والمتظاهرين، وهذا في الواقع في دولة تحترم نفسها. يعني ننتظر استقالة من وزير الداخلية بالنيابة السيد هشام المشيشي الذي يشغل منصب رئيس الحكومة الحالي، لأنه هو يمثل وزارة الداخلية وهو يترأس وزارة الداخلية بالنيابة، لأنه كيفية تعامل الجهات الرسمية مع هذا العنف المسلط على المحتجين العزل والمواطنين العزل كان في الواقع مهينا، وهو ما زاد الطين بلة، يعني أكثر كيفية التعامل أكثر من العنف في حد ذاته، يعني وكأنه هنالك التجاهل لهذه الفئة، تجاهل للشعب التونسي المقموع، للشعب التونسي المسلوب في هذا العقد من الزمن، في هذا العقد الأسود من الزمن، مع ذلك يعنف الشعب التونسي حين يخرج ليعبر عن رأيه أو ليحتج أو ليتظاهر، وهذا التظاهر والاحتجاج السلمي هو في الواقع حق يكفله الدستور وحق يكفله القانون التونسي، وهذه الصورة التي تريد ترويجها الحكومة التونسية الحالية للخارج وللرأي العام الدولي هي صورة مسيئة جدا للديمقراطية، يعني هذه الممارسات بعيدة كل البعد عن الديمقراطية، هم اليوم يتشدقون بالديمقراطية وبالتعددية وبحرية التعبير إلى آخره، لكن على أرض الواقع هنالك قمع واضح للمواطن التونسي وقمع واضح لكل من يعارضهم ولكل من يقول كلمة لا لهذه الحكومة أو في وجه هذه الحكومة الحالية. طيب دكتور عبد السلام، تحدثت بأنه لابد من تقديم الاستقالة من قبل المشيشي كونه يشغل منصب وزير الداخلية بالإنابة، لكن نتساءل حقيقة في حال تم استقالته أو إقالته للمشيشي، هل رحيله سيخفف الأزمة وسيخفف تداعيات هذه الاحتجاجات على الشارع التونسي؟ نعم، في اعتقادي رحيل هذه الحكومة ورحيل هذه المنظومة برمتها سوف يخفف طبعا الاحتقان، حالة الاحتقان في الشارع التونسي، ودعني أذكركم كون هذه الحكومة التي تتعامل طبعا لأنه أعوان الأمن هم يتقبلون التعليمات أو يتلقون التعليمات من وزارة الداخلية، يعني يتلقون التعليمات من السوبريور نتاعهم، من يفوقهم رتبة في وزارة الداخلية، وهنا يجب أن نحارب المنظومة ككل، من أعطى بهذه الأوامر؟ يعني هنالك شيء رهيب يحدث في تونس وهو قمع النواب، أيضا نواب شعب منتخبون من الشعب، المعارضة التونسية، قمع حزب سياسي اليوم يتصدر المشهد السياسي في كل عمليات صبر الآراء، يعني يقمعون نواب شعب المنتخبين من الشعب، يقمعون رئيسة حزب مؤشر له هو الحزب الأول في البلاد حسب نتائج صبر الآراء الكل برمتها، يعني هذا خطير وخطير جدا. وآخر يعني من المضحكات المبكيات، هذه الحكومة التي أعتبرها ساقطة في نظري تقدمت بقضية ضد حزب معارض منذ بضعة أيام، لأن هذا الحزب رفض حضور بعض ممثلي هذه الحكومة وبعض وزرائها في مجلس نواب الشعب، لأنه بعد العنف الذي وقع في السجون وغيره، يعني هذه الحكومة متعنتة يعني هنالك مواصلة في التعنت ومواصلة في احتقار الشعب التونسي وفي احتقار فئة كبيرة من الشعب التونسي، هم لا يقبلون بالرأي المخالف، هم لا يقبلون بالنقد والانتقاد، يعني هذا رمز الاستبداد ورمز الفاشية الحقيقية. تتحدثون نعم. طيب، من أجل أن نكون واضحين أكثر، تونس تدخل من أزمة لأزمة كما تعلم، والجميع يتساءل في حال الحكومة هي المسؤولة، أين هو الرئيس التونسي اليوم من الشارع التونسي وما يحدث من احتقان واحتجاجات؟ هل يعكس عدم السيطرة على الاحتجاجات حتى الآن تراخي رئيس الدولة تجاه المسؤولين والحكومة ويقوم بإجراء نقاشات وحوارات ومفاوضات؟ هل الوقت مناسب والأرضية المناسبة اليوم في تونس في هذا التوقيت من أجل هذه الحوارات، أم لابد من الخروج من الأزمة والاحتقان في الشارع بداية؟ من المسؤول؟ اعتقادي فاعتقادي الحوارات التي تحدثون عنها اليوم، الحوارات الوطنية إلى آخره، هي ذر رماد على العيون، لأنه ليس لدينا وقت للحوار. الحوار مع من؟ الحوار سوف يشاركون حركة الإخوان التي دمرت البلاد والعباد منذ عقد من الزمن، يتحاورون معها عن مزيد تدمير البلاد والعباد أكثر وأكثر، يعني الحوار مع من؟ من هم الأطراف المشاركة في الحوار؟ هم يدعون إلى حوار وطني شامل ويتم إحضار كل المسؤولين السياسيين وكل الأطراف السياسية، هذا غير واقع وهذا غير معقول في بلد يعني ذاق الأمرين طيلة 10 سنوات. فاعتقادي تفعيل مجلس الأمن القومي الذي هو يعتبر بيد رئاسة الجمهورية وهو يترأسه رئيس الجمهورية مجلس الأمن القومي، واتخاذ كل التدابير اللازمة لوقف هذه المهازل،
لتعنت الحكومة، لوقف تعنت الحكومة، لوقف التجاوزات المسلطة على النواب والمسلطة على المواطن التونسي. يعني السيد رئيس الجمهورية للأسف الشديد لديه كل الصلاحيات التي من شأنها أن توقف كل هذه المهازل التي تحدث في تونس، ومن شأنها أن هل تحمل بذلك رئيس الجمهورية قيس سعيد بشكل أو بآخر كونه رئيسا للدولة في تونس هو المسؤول عما تقول إليه الأمور اليوم؟ هو لم يتدخل، طبعا لديه جزء كبير من المسؤولية لأنه قائد القوات المسلحة. يعني هو رئيس الجمهورية، طبعا في ظل ما يحدث اليوم لم نشاهد له أي تدخل ميداني، أي تدخل على أرض الواقع، لم نشاهد له أي دعوة لتطبيق القانون أو تطبيق القانون على أرض الواقع. يعني بيده الكثير من الأشياء والكثير من الصلاحيات سيد رئيس الجمهورية، إلا أنه إلى اليوم لم يتحرك، وهذا ما يتمناه الشعب التونسي. نتمنى اليوم أن يتحرك رئيس الجمهورية وأن يستفيق من ثباته العميق وأن يتدخل لوقف هذا النزيف، لأنه هذا النزيف متواصل، يعني لن يقف عند هذا الحدث. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. الدكتور عبد السلام شقير، إعلامي ومحلل سياسي، كنت معنا من تونس.